هو الحاج من مواليد الشرقية، محافظة الشرقية، مركز أولاد صقر، قرية قصاصين الأزهر 47. كان في اختلاف على مسمى الاسم، كان من ضمن العادات والتقاليد زمان إن هم جابوا صينية عليها شمع، وكل شمعة تحتها اسم، أول شمعة تطفي يبقى ده الاسم بتاعه. كان أول شمعة طفت اسم إبراهيم، ستة هتسميه إبراهيم، جدي قال علي، فالتفوا في الآخر علي على تيمم بالشيخ علي محمود قارئ بالإذاعة. جدي الله يرحمه توفى ووالدي كان عنده 7 سنين، قبل ما يموت وصى ستي ان هو لازم يحفظ القرآن الكريم. وكان طبعا يعني لا يملك برضو المصاريف حتى تعليمه هو، فجدتي رحمة الله عليها هي وعمتي ربنا يديها طول العمر طبعا والصحة، هما اللي تعبوا في تربيته وشغله، وكانوا بيشتغلوا عشان خاطر يعني يديله الفلوس ان هو يقدر يكمل تعليمه في السيد البدوي ويوصل ان هو يكون من اعلام القراءات في الازهر ويدرس القراءات العشرة. بدأ الحفظ وهو عنده 9 سنين، خلصه وهو عنده 12 سنة على ايد الشيخ الله يرحمه فاضل صالح. ده كان ماسك الكتاب عندنا في البلد. ناس اشاروا على ستي ان هو لازم ينزل يجود القرآن في طنطا في السيد البدوي. نزل طنطا من 12 ل 15 جود القرآن الكريم، كان على يد الشيخ عبد الفتاح. من 15 سنة ل 18 سنة قعد يقرأ في البلد، في البلاد اللي حواليه، يطلبوه في ميتم، يطلبوه في عزاء، يطلع يقرأ. أشاروا عليه، كان الشيخ حسن عبد العال ده اللي كان مراعيه في الفترة دي، فأشار عليه إن هو لازم ينزل مصر. قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. نزل مصر وهو عنده 18 سنة، كان لسه راجع من مدينة طنطا متعلم القراءات على يد كبار العلماء هناك والتدريس، درس القراءات العشر كلها، وكان لسه شباب طبعا، وصوت اللهم صل على النبي يعني سابق سنه. بدأ يتعرف، تعين في المركز الطبي الإسلامي في المانيال. كانت في ليلة موجود فيها فضيلة القارئ محمد صديق المنشاوي رحمة الله عليه من كبار القراء والعمالقة، فكان والدي موجود طبعا في اليوم ده وقرأ أمامه. انبسط جدا الشيخ محمد صديق المنشاوي وانبهر بصوته، حتى والدي كان ليه وقت معين يقرأه ويسكت يعني يصدق ويخلص، فشاور إليه الشيخ محمد صديق المنشاوي إن هو يستمر في التلاوة تاني. الله الله يا شيخ، قاعد يا شيخ قاعد. اليوم ده والدي كان متقاضى في الليلة 3 جنيه، فطبعا كانت فرحته بالثلاثة جنيه ولا أي حاجة، غير إن هو كان والدي مبسوط بالإعجاب الشديد اللي وهبه لي الشيخ محمد صديق المنشاوي. أثناء تلاوة والدي في مسجد الباشا بالمانيال، كان سنة 1983، كان هو قارئ صورة يوم الجمعة. في ذلك الوقت يحضر السيد حسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق رحمة الله عليه. فبعد ما طبعا والدي خلص تلاوة القرآن، قام السيد حسين وسلم عليه يا أهلا يا أهلا يا أهلا سيادة النائب. يا مولانا أهلا بحضرتك يا متمع. إذاعة ولا لا؟ والله ربنا يسهل. أنت صوت جميل ومبدع، ربنا يخليك ويعزك. إزاي صوت جميل زيك ما يكونش في الإذاعة؟ والله ربنا يسهل ودعوتك معانا إن شاء الله بإذن الله تكون في الإذاعة. الآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم. كان صوته شاجي كده وسابق سنه، كان أي حد يستمع إليه يخليك تتعطش إن أنت ممكن تسمع 4-5 ساعات متواصل من غير ما تمل من السمع حتى. يعني كان يقرأ القرآن بطريقة خاصة جدا، وهو كان نفسه طويل، كان بيعرف يستخدمه كويس. كنت أحس إن هو بيحكي رواية، يعني مش مجرد قراءة قرآن أو تجويد، لا ده يوصل لك الكلمة بالحرف، لأن دي حاجات طبعا من أحكام التلاوة. سيرا ما كان يبكيني، وكان يبكي من حولي في المعزل، بغض النظر عن إن هم أهل متوفي أو مش أهل متوفي. هو في دولة أندونيسيا لقبوه أول ما شافوه، لأن طبعا الشعب بيتميز إن هو قصير القامة، فأول ما شافوه فرعون مصر، فرعون مصر يسبح له السماء.
إحدى ليالي العزاء في محافظة المنوفية في وقت طلعوا يتغدوا فيه، فكان معاه صحبة من طبعا من أصحاب العزاء، وبيحكي لهم موقف طريف جدا إن هو كان في عزاء مع الشيخ محمود علي البنا رحمة الله عليه، وفي نفس التوقيت وهم بيقرأوا النور قطع، فوالدي الشيخ علي فرج صوته قوي جدا، وهو طبعا عارف إمكانيات صوته إن هو يقدر يقرأ بأي وضع من الأوضاع، فكمل تلاوة القرآن والسماعات فصلة والكهرباء قطعة، فتعجبت طبعا الناس، فعدت الوقت ونزلوا طبعا القراءة ما بعد المغرب. تعجب والدي جدا أثناء التلاوة، حصل انقطاع للتيار الكهربي عن العزاء كله، فطبعا الناس بصوله أصحاب العزاء قالوا طب يا عم الشيخ نوقف قراءة، فقال لهم لا أنا هستمر، وبالفعل تحول العزاء إلى يعني حفل قرآني. انبهرت الناس طبعا جدا من قوة الصوت ومن خشوع الصوت ومن جمال الصوت، فعزاء يتعدى الكيلومترات. ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. سافر جنوب أفريقيا سنغافورة، كان من ضمن الدول اللي اتأثر فيها بنكوك، لقى الفرخة كانت بتوزع على 20 نفر، الهدايا العينية اللي لمها من بعض الناس هناك بعض الأشخاص على البدل الانتقال اللي كان واخده من هنا من مصر وهو مسافر، اشترى بيها هدايا وبدأ يرجع يعيد توزيعها على الناس هناك. في إحدى الدول الأفريقية والدي كان مدعو في إحدى ليالي شهر رمضان يطلع الشهر كامل عن طريق وزارة الأوقاف. السفير المصري هناك ساعتها بعد ما والدي خلص قراءة في المجمع الإسلامي، فيعني تكرم واداله ظرف مبلغ من المال كده هدية، حباً فيه يعني بدون سابق معرفة، بس هو كان مبسوط منه يعني. فوالدي رفض إنه ياخد الظرف وقال له لا أنا الوزارة عندي بتتكفل بكل شيء، مصاريف سفر وطلوع ونزول، فأنا يعني الظرف لا يعنيني شيء. فتعجب جداً السفير المصري من هذا الموضوع، وطلب إنه هو يجي يسكن عنده يعني الفترة اللي هو قاعدها، إنه هو يجي يستقبله عنده تعويضا يعني ان هو يعني فخور جدا يعني بيه. فوالدي رحب طبعا بالفكره وراح قعد في منزله الخاص. فاثناء التواجد والدي في خلال الفتره دي لاحظ ان اللي موجودين هناك يعني اللي شغالين وكده مش مسلمين اللي هم يخدموا السفير المصري. طبعا والدي شاءت الاقدار ان ربنا يكرمه إنه هو يقدر يقعد معاهم ويتكلم معاهم بطريقة جميلة جدا، اقتنعوا بيه جدا عن يقين، وفي نهاية الموضوع والقعدة طلبوا منه إن هم يعلنوا إسلامهم، وبالفعل توجهوا إلى القنصلية المصرية لإشهر إسلامهم هناك على يده. بلد زي زيمبابوي مثلا في سنة 88 حضر العراق في سنة 2006، ويمكن ده كان شهر يعني شهر رمضان مبارك، بس يعني كان شهر صعب علينا احنا لان برضو في خلال الفترة دي كان حصل حرب على العراق. في احدى الدول العربية والدي كان مسافر لدولة الجزائر، فاثناء تواجده هناك كان حشدي كبير طبعا من المواطنين هناك، بعد ما خلص التف عليه الناس وسلموا عليه ورحبوا بيه جدا وكانوا منبهرين جدا بصوته، وحتى لقبوه هناك ببلال القراء يعني نظرا للونه اللي يميل الى السمر، طوله كان صوته شجي وقوي جدا.
ما كانش ليه طقوس معينه. هو الصحيان في ميعاده الساعه 10 الساعه 11 الصبح، يتوضى ويصلي ركعتين الضحى، يقعد يقرا في المصحف جزئين. يقول لي يا احمد عايزين مثلا نفطر انا وانت بس بره، اقول له حاضر. كان بيحب جدا ياكل الجبنه البيضة ديت بدون ملح. يصلي الظهر، لو كان عنده حاجه بيبدا يظبط معدته ان هو ما ياكلش اكل دسم اكل تقيل، ياكل اكل خفيف. كان كثيرا ما يحافظ على صوته من جميع المشروبات التي كان يشربها الاخرون من الحاجات الساقعه او المثلجه او الكلام ده كله. مهتم جدا 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 بطربوشه بلبسه، كان بمظهره مهتم بيه جدا جدا جدا. اللبس لازم يكون مكوي نضيف. الطربوش بالذات كان ممكن يقعد يلف الشال على الطربوش دي بالساعه، وكان مدقق جدا جدا في تفاصيله. يصلي العصر يريح شويه ينام له شويه، وبعد كده يتكل على الله ينزل السهره بتاعته. في نوع من انواع الصبغه كان يستخدمها جميع القراء عامه. نوع الصبغه دوت دي كان مثلا ما يكون عنده مثلا سفر في اليوم التالي، كان يخليني انا احضر له الصبغه ديت. كان بيستنشقها من عن طريق الانف. لما يخلص السهره بيرجع للبيت او عنده مشوار بيخلصه. قبل ما ينام كان لازم يقرا الجرايد، الجرايد بتاع تاني يوم بيشتريها وهو جاي. كان لازم ده يوميا، احنا خدنا منه الموضوع دوت. قرايه الجرايد، ينام وقت ما ينام واحده الساعه 2 الساعه 3 كان لازم يقوم على صلاه الفجر، يصلي الفجر ويرجع يكمل نومه تاني وهكذا. يريد الله بكم اليسر لا يريد بكم ولا يريد بكم العسر لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. أنا كنت فعلا ملازم والدي يوميا من الصباح مثلا لغاية بالليل لغاية ما نرجع البيت. يعني كنت بمعنى اصح خادم لي مثلا في الفتره ديت. كنت محب ان انا يعني اقعد معاه كتير، اسمع قرانه كتير، حتى لو قاعدين في العربيه، قاعدين في مسجد، قاعدين في السرادك اللي هو كان بيحضر فيها المعازي بتاعته. كان دايما بنصحنا انا ومحمد. اخواتي اللي بعديه كان بيوجهنا انا ليهم، كان سايبهم لنا سواء احمد او مصطفى او البنات. كان اب وصديق وكان صاحب ليا في فترتي. كان بينصحني، كان دايما يقول لي مثلا ابعد عن الاصدقاء التي تسلك المسار اللي هو السيء وخليك مع الصداقه الكويسه، زاحم العلماء. كان دايما يستعدي معه في المساجد. انا كنت في سن ال 15 سنه طبعا، يعني كنت شاب كده ولسه يعني في مقتبل العمر، كنت هاوي الغنى شويه يعني اغني. فطبعا والدي جه في مره سمعني فقال لي انت انا سمعت ان انت يعني بتغني وكده وغاوي الموضوع ازاي، حتى ما ينفعش. فقلت له لا ابدا والله انا بغني بس يعني في وسط هذا كده في البيت مع اصحابي، يعني مش الموضوع مش واخده يعني هوايه ليا ان انا خلاص يعني اتمدى فيه. فقال لي لا طب انا ما سمعتش صوتك قبل كده سمعني. هو فعلا كان اول مره فعلا يسمع صوتي ساعتها، فغنيت له مقطع كده من اغنيه ام كلثوم. فطبعا بص لي كده، انا قلت هيضربني يعني اول حاجه يعملها يلطشني قلم كده ولا اي حاجه ازاي. فلقيته ابتسم كده ابتسامه جميله جدا وقال لي تصدق فعلا صوتك حلو، بس ليه ما نستغلوش استغلال صحيح. انت طبعا اخوك الشيخ محمد بيقرا قران وصوته جميل جدا، وانت ممكن صوتك مع التدريب ومع الوقت وتحفظه يبقى صوتك قريب منه. فقلت له والله بس يابا انا لاعب الموضوع خلاص يبقى تنشد. فقلت له خلاص ماشي مفيش مشكله انشد. ساعتها اتصل بالشيخ محمد الهلباوي رحمه الله عليه من عمالقه القراء برضو الواحد افتقدهم. السلام عليكم. يا اهلا يا اهلا يا ميت مرحم، يا اهلا يا سيدنا الشيخ. انا كنت عايز ابني ينضم لفريق الانشاد بتاعك. قال له خلاص يجي واشوفه عندي في المعهد بتاعي واختبره واشوفه اذا كان فعلا صوته يجي منه ولا لا. وبالفعل توجهت اليه الشيخ محمد الهلباوي، سمع صوتي فعلا قال لي صوتك حلو.
فقال لي خلاص نتوكل على الله، مع الوقت ندرس كده مع بعضينا خطوة خطوة ونتعلم المقامات الموسيقية أكثر ما يعني ما حاول أنه يسعدنا. إحنا كان حابب أن إحنا نعتمد على أنفسنا أكتر يعني. لما يشوف مننا سلوك كان يوجه النصيحة وما يتنهاش، بس كان دايما بيشدد قوي على الصلاة والصبر والسعي. أكتر حاجة تعلمتها منه هي عزة النفس والكرامة. كان دايما يوصينا على حقوق الجار من ساعة أنا ما اتولدت لحد ما هو مات، هو موضوع قراءة القرآن. وكلمني فيه بعد ما خلصت جامعة حوالي 3-4-5 مرات، قال لي صوتك ممكن مع التدريب مع الحفظ مع الممارسة هيجي منك. أول مرة نسكت، تاني مرة نسكت، تالت مرة نسكت، في رابع مرة تقريبا فقلت له يا حاج يعني أنت وصلت عملت لنفسك اسم وبسم الله ما شاء الله كموهبة وكصوت وأداء ربنا مديهوله، ومحمد بعديك في نفس المستوى، فانا يطلع نفس المستوى معاكو، يا ما ينفعش ابقى اطلع اطلب باسم اللي انا ابن شيخ علي، انا ما ارضهاش لاسمك. كان بيحب يعمل معايا اختبارات كده شويه يعني بالقوة التحمل، مثلا ازاي انت هتقدر تتحمل تطلع معايا في عز الصيف. كان يقفل ازاز العربيه مثلا سفر لمده 3 ساعات 4 ساعات، فكنت اقعد ادعبه في العربيه يعني انت ازاي بتطيق يا قابل الحر ده. يقول لي يا ابني انا لازم احافظ على دي. انا لما جيت دخلت كليه التجاره قلت له انا اخش كليه التجاره، قال لي خلاص طريقه كنت عارفه. في ساعه الجواز قلت له انا اخترت الانسانه دي، قال لي خلاص مواصفاتها ايه ظروفها ايه عرف خلاص خلاص بارك الجواز. ما كانش في حته اللي هو ما عنده، لان هو كان دايما يقول لنا انا عايش لكم النهارده مش عايش لكم بكره. اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. كان محب جدا للمهنة فعلا، وكان يعني محافظ عليها جدا، وكان لآخر لحظة حابب ان هو حتى لو هيموت يموت وهو بيقرأ القرآن في العزة، مش فارق معاه. كان في رحلة باكستان وأثناء الرحلة الأكل في الشعب، طبيعة الشعب الباكستاني بيأكل الأكل حرق، تعب نزل كشف عمل فحوصات لقى الكبد عنده تعب، دخل عمل عملية، لدرجة ان انا حضرت معاه وهو في المستشفى. الدكتور حذره تحذير شديد جدا ان هو يعني اللي بيعمله ده غلط، احنا عايزين نحافظ عايزين نرتاح شوية علشان العلاج يجيب نتيجة. فهو طبعا بصله وابتسم قال له انا يعني مش فارق معايا الموت، يعني انا لو ربنا رهدني انا اتمنى ان انا اموت وانا بلقي تلاوات قرآنية. كان يوم الثلاث الساعة 9:15 يوم 23/2/2010 كان هو دخل العناية المركزة، دخلنا المغرب بعد ما جبناه من المستشفى. فهو كان حابب ان هو يعني يتوفى على سريره، يعني ان هو ما يخرجش من البيت. فنقلناه فعلا بالفعل على سريره ووشه ملفوف كده بشاش ابيض ونايمناه. فانا قعدت جنبه ومسكت المصحف وبدأت في قراءة سورة ياسين. فجيت في آية بسم الله الرحمن الرحيم، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وسبحان الله بنظر إليه يعني بنظر إلى وشه ولقيته مبتسم ابتسامة جميلة جدا، كأنه بيوصل لنا فعلا الرسالة أنه هو في مكانة عظيمة جدا وفي مكانة جميلة جدا، وبيقول لنا يعني ما تقلقوش أنا في مكانة يعني في منزلة ما حدش يقدر يعلمها إلا الله. يعني سبت المصحف ولقيت نفسي فعلا بقفله ورحت ما ندهتش على حد فعلا. أنا كل اللي عملته اللي أنا جبت الموبايل ورحت مصوره وهو ابتسامة يعني كأن الملائكة حواليه، وأنا خايف أن أنا أرجع تاني وألاقي الابتسامة مش موجودة. وبالفعل فضلت موجودة،
صورته وندهت اخواتي وندهت والدتي قلت لهم تعالوا بصوا يعني بابا بيبتسم في ابتسامه جميله جدا. فكنا في قمه الذهول ويمكن عياطنا ما كانش عياط على فراقه، كان عياطنا ساعتها ان احنا فرحانين من المنظر. رحمة الله عليه رحمة واسعة، وربنا يجعل جميع ما تلا من القرآن في ميزان حسناته إن شاء الله. دلوقتي أنا عندي ابني علي، أنا بالفعل يعني من يوم ولادته أنا وهبته فعلا القرآن الكريم، ونفسي أنه هو يحفظ القرآن ويبقى حامل لكتاب الله ويبقى يعني بذرة طيبة كده، ويبقى دي الحاجة الوحيدة اللي أنا أقدر يعني أوصلها إن هي تبقى البذرة ممدودة للآخر يعني.